كيف ما تبعتوا معنا فخلال هذا الأسبوع غادي تطرقنا للفيتامين أ والبي والسي، اليوم غادي نوقفوا عند فيتامين دي. فيتامين دي هو هذا الموضوع ديالنا لنهار اليوم رفقة الأخصائية في التغذية هنا عائشة أيت الكونيني. صباح النور للا عائشة. صباح النور للا نادية. كي داير؟ الحمد لله كلشي مزيان. صحيحة الحمد لله. أنت لاباس؟ صافا الحمد لله. بديتي العمل؟ بديت. فطرتي؟ فطرت. أنت ما تقوليش يا ما فطرتش. لا اليوم أنت بكري فطرت. إيوا مزيان. وبالنسبة باش تكون عندك واحد الطاقة. أكيد أكيد، لأن الفطور وجبة اللي هي مهمة بزاف، الواحد خصو دائما يحاول زعما يفطر الصباح ما يخرجش من الدار قبل ما يفطر، وهذا راه لأن كيف ما قلتي كتعطيه طاقة ونشاط وحيوية باش كيبدا النهار وكيخدم مزيان. أييه كيركز العمل. إذا الموضوع ديالنا فيتامين دي لنهار اليوم، تفضلي. ان شاء الله. فالفيتامين دي تسمى ايضا الكالسيفيرول، هي من الفيتامينات المذابه في الدهون، كيحتاج الجسم منها تقريبا 400 الى 600 وحده دوليه، والاشخاص ما فوق 70 سنه 800 وحده دوليه. للحصول على الفيتامين دي لازم التعرض لاشعه الشمس مباشره بدون استخدام كريمات وقائيه المعروفه بلاك هوم، ما يقرب 10 الى 15 دقيقه في اليوم في منتصف النهار تقريبا، ما بين 11 والثانية زوالا، مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع كنعرضوا الوجه والأيدي ديالنا. يعني كنتمنى المستمعين يقدروا يكونوا ركزوا معايا، فباش نستفدوا في الفيتامين دي خاصنا نتعرضوا مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع لأشعة الشمس المدة ديال 10 إلى 15 دقيقة ما بين 11 و2 النهار. فهذا التعرض لأشعة الشمس كيقدر يسد احتياج الجسم من فيتامين دي ما بين 80 إلى 90%. هذا كله غير بالشمس. أيه 80 إلى 90%، يعني ما يحتاجوش فيتامين دي، ما قلبوش عليها في الماكلة تقريبا. وكنسمعوا بالفيتامين دي 3، فهذا الفيتامين أو الفيتامين دال 3 هو اللي كنحصلوا عليه من الأشعة ديال الشمس. نعم. وكتواجد أيضا في العناصر الغذائية ولكن بنسبة قليلة، ومن أهم المصادر ديالها هو المصدر الحيواني بحال الأسماك الدهنية. نعم. منها الطون والسردين والصومون، أصفر البيض، الجبن، الكبدة، اللحوم الحمراء والزبدة. وكنوجدوها أيضا في الأغذية المدعمة بحال كنوجدو الحليب والزيتون، هذه الأغذية المدعمة عندنا في المغرب. نعم. وتقريبا كاس كبير ديال الحليب كيعطينا 120 وحدة دولية، و100 غرام ديال الطون كتعطينا تقريبا 200 وحدة دولية. والفيتامين دي مهمة جدا في امتصاص الكالسيوم والفوسفور اللازمين لنمو العظام والأسنان والحفاظ على سلامتها. ومن فوائدها أيضا أنها كتحد من الإصابة بأمراض القلب وخصوصا تصلب الأنسجة، كتمنع حدوث هشاشات العظام، كتمنع نمو الخلايا السرطانية مثل سرطان الثدي البروستاتا والقولون، كتحافظ على صحة العقل، كتقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، كتسهل وظائف الجهاز المناعي ضرورية لصحة العظام والأسنان، كتقضي على أمراض الرئة وكتحمي من مرض السكري ومن مرض الكساح عند الأطفال، وكتحمي من تسوس أيضا ومن تساقط الشعر. بالنسبة للمرأة الحامل فالفيتامين دي هو صاحب الدور الرئيسي في المحافظة على صحة العظام والعظام ديال الأم والجنين، وكتعزز أيضا من نمو العضلات وكتجعلها أقوى. ولا لاحظتي يا لالة نادية؟ أنا معاك. أن العديد نعم؟ أنا معاك. بزاف الناس عندهم فيتامين دي، يعني لا انا ولا انت نقدروا نمشيو نديروا تحليل نلقاو فيتامين دي عندنا راقي. كاين، لان كيف ما قلتي الاحتياج ديالنا لهذا الفيتامين يعني غير بالشمس كيكون. وحنا عندنا الشمس. عندنا الشمس الحمد لله، ولكن ما كنتعرضوش عليها، ما كنتعرضوش ليها، وكيكون السبب فعلا هو استخدام ديال الواقي ديال الشمس خصوصا عند العيالات اللي هو ليكرون. كيكون ايضا السبب ديال النقص هو التلوث، وحنا دابا قضاء وقت طويل في مكان بعيد عن أشعة الشمس، وخصوصا إلا كانت ساعات طويلة في المكاتب. كيكون سوء امتصاص هذه من طرف الأمعاء إلا كان وجود مرض بحال مالادي دو كرون ولا مالادي سيلياك. وتيكون زيادة أيضا في الوزن وسوء التغذية. نعم. والنقص ديالها خصوصا عند الأطفال كيؤدي إلى الكساح وتيؤدي إلى تشوهات في العظام والهشاشة ديالتهم. وبالنسبة للبالغين كيقدر حتى الأطفال تيقدر يؤدي إلى سبب تيكون سبب من أسباب الإصابة بمرض داء السكري، خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، تيكون أيضا الأسنان معرضين للتسوس، وكتكون أيضا معاناة من الاكتئاب
الارهاق وعدم انتظام في النوم. يعني راه بعض المرات كيكون كيخلق نوع من القلق النقص ديالو. اييه هو تيكون بعض المرات تاع عدم انتظام في النوم تنكونوا ما عارفينش منين هو راه غير من الفيتامين دي. فيتامين دي نعم. فنعم اللي بغيت نشير ان العلامات اللي كدل باش زعما نعرفوا راه انه تيكون نقص فكيكون الم في العظام، كيكون ايضا الاكتئاب، كيكون تعرق في الراس والاحساس بالارهاق. يعني لازم مراقبه النسبه ديالها في الدم باش الا كان نقص يتصحح من طرف طبيب باخذ جرعات دوائيه. نعم حيدنا علينا هذا الشك. هي ماشي هي اللهم اللهم نشوفوا الطبيب الا كنا كنحسوا بهذه الاعراض هذه باش نعرفوا واش عندنا نقص في فيتامين دي وخاصو يتصحح. نعم اذا فيتامين دي راه مهم. تبعنا مع السيده عائشه هنا ايت الكونيني اهميته والنقصان ديالو شنو ممكن يعطينا. نبقاو دائما مع الفيتامين لاله عائشه هنا ايت الكونيني، ولكن الى الغد بحول الله. كنشكرك جزيل الشكر على قبول دعوه البرنامج.